خبر اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. رحلت الى دار البقاء الفنانة أمينة رشيد يوم امس الاثنين بعد صراع مرير مع المرض عن سن ناهز 83 سنة بمدينة الدار البيضاء. اقرباء ومحبي الفنانة الراحلة عبروا على صدمتهم الشديدة بعد فقدان احد اهم الوجوه الفنية واللي ساهمت في تطوير الميدان الفني بالمغرب. شخصيات وفنانون ودعوا أيقونة التلفزيون بكلمات جد مؤثرة، نتابعوا. حدث بالطبع اللي كيذكرنا مدى أهمية العطاء الفني في بلدنا ومدى الأهمية ديال تشجيع كل الطاقات الفنية اللي كتسخر بها بلدنا. بلدنا الحمد لله بلد اللي فيه كثير من المواهب، كثير من الابتكار، وبلد اللي فيها الطاقات هذه كلها، وبلد اللي يمكن يقول بانه عنده طاقات اللي غادي تسمح له باش دائما العطاء الفني يكون دائما مستمر. هذه فرصه باش نوجه كذلك بالطبع التعازي للعائله الصغيره والعائله الفنيه الكبيره ديال المرحومه. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحم الصعب بلا سخرون كالاستاذ ديالي كالهوا والباس العلز ما يتفرقوش، وفين ما نتلاقى بيت يقول الله يرحم الباس العلس ولا أمينة الله يرحمها وزد على الرحمات الذكريات ديالها عمرها ما تنسى. مرة طيبة وتتحب الفنانين وقلبها كبير، وعمرنا ما سمعنا منها شي كلمة خايبة، ديما تدعي بالصحة والعافية لكل واحد. الله يزد على الرحمات. والعلاقة ديالي بها كانت تبغيني بزاف، علاش؟ كلا تنعملوا داكشي ديال الدارجه وبالاخص بلي تندوي معاها بالكلام ديال ام الخير، تنقول لها اصبح الخير لا 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 الله يرحم والديك لا 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 الله يتوحشك، تتقول لي هذا الكلام عزيز عليا تنبغي تسمعه في كل وقت. اتفاجات انا كنت في البيت البارح مع سي سعود دقت عليا بنتي قلت لها الله الله با واحده من الفنانات الله يرحمها، قلت لها شكون؟ قالت لي لالا امينه. عرفتي ملي قالتها لي تفاجأت والليل كله وما زاليش نعس، انا غير فقت على زيت تنزلك. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحم الصعب الله يسخر الله يرحمه الله يرحم جميع المؤمنين. ايوا خليها واحد قال لك فراق الحباب ما تكفاش ليام، يا سيدي فراق الحباب ما تكفاش ليام، والله يزد على الرحمات لكن غير الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يوصلها لهم مسلمين. وولادها الله يصبرهم ونسابها وحبابها الله يصبرهم الله يعطيهم الصبر، والمغرب كله الله يعطيه الصبر حيت ضعف فنانه كبيره، فنانه من الفنانات المعتبرين بزاف والحمد لله ربي يبغاها الله يرحمها الله يرحمها. الحاجه امينه رشيد الله يرحمها هي اكثر من زميله، كانت الام والصديقه والمرأة الطيبة والمرأة اللي دائما كانت بشوشة والكلمة الطيبة فيها. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمها ويوسع عليها في النار. كانت الأم والصديقة والزميلة وكل شيء، كانت الإنسانة البشوشة اللي كانت كتعشق الحياة، وهذا هو لو سوفنيغ اللي عندي عليها. الله يرحمها ويوسع عليها. مع الأسف الشديد كنت آخر مرة شفتها فاش مات الزوج ديالها سي عبد الله شقرون الله يرحمه، ومن بعد خدانا الوقت وهذا الاسبوع كنت كنقول غادي نعيطها باش نجي نشوفها. الله يرحمها ويوسع عليها. كان جمعتك مع مجموعه من العمال كانت قريبه لك، كانت عندكم علاقه خاصه؟ كانت عندنا علاقه خاصه. تفاجات بزاف لان ما كنتش عارفه انها مريضه، وبحال قلت لك الاسبوع اللي فات كنت كنقول غادي نشوفها هذا الاسبوع غنعيط لها ونجي نشوفها في الدار البيضاء، ساعه ما كتبش شاء القدر انه توفى. الله يرحمها ويوسع عليها. وري جثمان الراحلة أمينة رشيد بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء بعد صلاة العصر بحضور مجموعة من الشخصيات والفنانين، نتابعوا. وإليه الفتاة 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 وإليه الفتاة
ليس على لكم من الشجر الأخضر نار فائدة. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.